بسم الله باش بديت يودي على النبي صليت هزت عيني لك يا ربي حطيت عيني وفرح قلبي يا ربي يا ربي على يطيح شعبي في هذا المحل شرجيتي ذاك الصندوق بغيتي تقولي التابوت يا مدام ياك كون سحب لي هاد السخسيخه كلها غيدوزوها عليا في المطار كنت نزوز تما في كندا ورجعت بحالي المغرب والله يرحمك يا روح جايبينه مع السلعه بحال ما عمرو ما كان بنادم صافي الله يرحمك وليدي صافي جاني ميساج من عند الوالده سمعوا قبل مني لا لا مدام خذي راحتك انا كنت سايب سيها بنيتي يا ربي وصلك على خير بنيتي ويعطيك الصبر وكتاب عليك تبقي مدام نمشي ولا كتسناي شي حد عندك شي وليدات لا حسن بقى بحالك مزيان وبركه في راسك ما يبارك فيك تعجبش ماشي اي واحد كيموت لينا خصنا نتعزاو فيه واش دفين اليوم مدام ما عرفتش كنفكر من نوصلوا لكازا ونحط الصندوق هز الصندوق حتى يكون داك الخياط سد ياك الخياط ها الجلابه ديال الدفين بغيتها براندا وبيضاء لا بدا خصني نلبس البيض ها اش كنعاود لك هادشي سبقني لهاد الستاسيون اللي جايه بغيت نجلس ونرتاح شويه راه غنسطى نشرب غير قهوه كحله سمحي لي يا مدام هذا اللي مات راجلك ماشي راجلي كنت مزوجها فيه باش تكون راجل شي وحده خصك بعدا تكون راجل عبد القادر لا مادام سميتي اسم محمد دير له عبد القادر يا ابو علم باش كتعجبو شنو بغيت نقول لكم سيروا سولوا هذاك وهذوك راجل عطيتو جوج بنات عمره ما كان كيحلم بيهم هربوا كلهم هربوا وخلوني الطياره اللي دات واقف على رجليه رجعته في صندوق تماما بقيت اغا والو الدنيا نزلوا علاش الشريف وصلنا لا كملوا مع شي حد اخر جوج على المولف الطريق بلي كاينين الجدرميه لا لا ما
ماشي مشكل، كاين الجدرميه قول لهم حنا من عائلتك غادي شي اختنا ولا شي عرس الله يرحم ليك الوالدين، غادي واحد رونديفو كازا ضروري خصني نلحقو. لا لا ما غاداش تورينا اش غادي نقول لهم، نزلوا ولا باغيين تنزلوا؟ الجدرميه راه كيعرفوا هذيك المره مزيان. زيدي يلا ايوا شريف حشم عليك الله يرحم ليك الوالدين، ما عرفتش الجدرميه علاش مطلعني باغي تخرجي على المستقبل ديالي. المستقبلك عطيني الثقه راه عافاك، اعطيني اتساع. شوف عافاك غير من هذا هو دابا البنات هما مشاو قول لهم انا خطيبتك ولا مرتك ولا حنا كاع الله يرحم لك بها الوالدين فلك يسهل الباري تعالى. عارض يا ربي لا ما تفرقي معايا راه عطى الله الخطافه. الشريف شوف الله يرحم لك بها الوالدين قول لهم بنتك كاع فلك يسهل الباري تعالى. الله يهديك حيدي خليني نمشي نشبر الطريق راه تابعاني بزاف ديال الحوايج. سير يا سيدي ربي بغيتك يا ربي تجي تعطيك شي كريمه ما تبغاش خطاف يا سيدي ربي فين ما درتي يديك تصيب يا سيدي ربي غيوصلني ما تخلينيش في هذا الخلا الله يرحم لك الوالدين. وادعي مع راسك دعي مع راسك يجي شي واحد يحيدك من هذا الخلا هذا. هذه الهضره الاخرى هادشي اللي درنا هذه هي الهضره الاخرى. يلا وقف بغيك انت ماريت ديبلوم في معهد الصحافة وديبلوم في اللغة الفرنسية والإنجليزية. وصلت هنا حنت ضرب تمارة شحال من وحدة مشهورة غير حنت جات في وقت الغفلة. أنا بغيت نشهر حنت زوينة مدكية وكندخل الخاطر. طلقي الساك طلقو شو خاطر قتلني نورا ما كراش نقتلك ونتهنى منك كان عندك الزر مازال عاطية العين بقى جيب لينا اللعاقة. علاش تبعتيني؟ جيت المغرب باش ارتاح وخا نعيش يومين بحالي بحال الناس العاديين واش ما عنديش الحق؟ قصاك يا سير العمر انتي كاع رزقي هذا فلوسي من راه كنت رجلي في الخليج وانت كتبيع وتشري على ظهري كتاكل يا رزقي ما عمرني شفت منك لا ريال لا جوج. شش شما الدمير كتدمري مالك؟ كتزوجي بحالك بحال الناس كتعيشي احسن عيشه مالك؟ احسن عيشه الجواج سيمانه وعشر ايام هو احسن عيشه عندك؟ الاخر اللي جوجتيني اللي بقى معايا ساعتين وراك انت اللي وليتي مره بحال الطفله عطي خاطر غادي تعطيك ليها وغاديش تلقيها تصاك فلوسي رزقي هي بغيتي نصفيها عليك ها؟ لا حاجي تسالها في لامورك واقيلا الوالدين بحال بحياتهم انا هذاك الصبر صافي؟ اه يلا هاري الصبر اي ما طلعش الصبر غتقولي اي ما طلعش الصبر عندو موت غتقولي اي ما طلعش غتقولي اي ما طلعش امين امين وراه ريح يا شيخ انا اللي عارف مريح 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 انا والله مطمعه ما بغيتش والو من هاد الدنيا علاش دويرو خاص تكون صغيره ما على باليش بالفلوس فلوس ما آخر همي بغيت راجل جلب الصحة. وعليكم السلام هذا نجم فوزية ما تدخليش عافاك حتى نفتح لك الباب سربي يا قاسم أنا عيانة بزاف قبل ما نحل غمضي عينيك على الحبيبة ديالي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم بمثلها غير بشوية عليك هاج بلاتي الحبيبة ديالي نحيد واحد الشيء هو الأول ياك لاباش كدير نحسب بواحد تخربق لي شعري قلت يا مزيونة عمري واحد جوج ثلاثة هاي تزوجنا الحبيب ديالي 20 عام هادي خليك ليا سنة حلوة عمرت داري سنة حلوة راجل العزيز سنة حلوة لا بشوية غتسمعنا جات الغناء وتجي طايرة هي وراجل على اللي مدوا رجليهم هنا لا 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 أنا ما شفتش أحد أنا فرحان بكاميراتي عافاك خليني نغنوا غير بشوية يلا بشوية
سنة حلوة يا مراتي يا رجلي سنة حلوة. شكون هذا عاوتاني؟ واش سوقنا دابا حنا في شكون؟ سنة حلوة يا رجلي سنة حلوة يا مراتي. يلا واحد جوج. ما كتجاوبش. خالتك اخت ماماك ولا غير من العائلة؟ لا خالتي اخت ماما، رباتني مني كنت صغيرة هي وراجلها. ولا بغيتي تعيطي لها التليفون هو ديالك؟ ربي يخليك وشكرا حتى فاتي عليا قبيلة. مرحبا الزين. هاك سمي معايا الأغنية هادي، كتلخص كاع داكشي اللي كنحس بيه في هاد اللحظة. زوين منين انت؟ من ما بغيتيني نكون نكون، وفي المرضى الزين يكون نبغي نكون حداه. الاخ شاعر؟ شاعر، فنان، اللي بغيتي، شاروخان كاع على بغيتي. ضحكتك زوينه. تشاركوا الطعام؟ ندير اش هذا؟ الخبز والبيض اللي قبلتي علينا. البيض؟ ما قدكش هاد الصهده اللي حنا فيه، شي حدا شي نفس ما كطلعش باق لينا البيض. ماشي ديالك هادي يا شاروخان. أحلى تفاحة لأحلى أدم. قول بسم الله. بسم الله. سميتك عمر؟ وعمر بلا عمر. سميتك أدم حتى عطيتك تفاحة. فهمتي والو؟ ها؟ كل بيض كل. ها؟ كل بيض. كيف ربيت أمازون؟ بدي خمس دراهم دخيلكم. دخيلك خليه يساعدني، بدي أروح أدار البيضة ما معي مصاري. سيدي ربي ما تقعدك في صيد. دخيلكم لاجئ سوريا وما عندي شي أكله. أنا لاجئ سوريا بدي أروح الدار البيضاء وما عندي شي أكله. سوريا سوريا ولا غير قلب الزيك؟ شو قلت حجي؟ شو قلت؟ أخبرني ما سمعتك. طيب شو اسمك حجي؟ أحمد. لك يقبرني الحاج أحمد وزوجته، لك تير غني لكم وتير حمي لكم وتير هني لكم، ويجعل عمركم طويل ورزقكم كتير ورزقكم عايمين يا رب. لك الله يحنن عليكم على عوائبكم، عوائب عوائبكم. لك الله يرضى عليكم على دوراء الشجر وعدد ما خلق ربي من بشر. يا ريش حتى يا هذه الدواء غتوصلك غير للستاسيون الجاية، أنا ما غاديش لكازا. طلعي طلعي. لك الله، لك الله يرضى عليك. لك هات الإيد ببوسة. لك الله يرضى عليك حجي. الله يرضى عليك عدد ما داروا الحرمين ورفرفوا العينين. حجي الله يحفظك انت عبد حج من غير تعب يا ربي. لك الله يحفظك يا الله. من يوم وصل كازا بغيتك توصلني معك في الطريق. مرحبا. غير هي الطوموبيل اللي غتهزني ماشي ديالي. ويلي انت تم الطوموبيل ما عندكش، عيقتي. ديال مراتي. ديال ما؟ مدام. ربع السوايع وانت كتعسل في ذوك العينين وكتلوك عليا في الهضره وسطقتي كاتبه على مرا اخرى. ما حشمتيش؟ مالك فين باغي توصل كاع؟ دير كوليكسيون ديال العيالات؟ فكر بشويه. ماشي غير بشويه لو انا طلق مني. عيب بلاصتي كتبسل عليا. طرق كله كيتبسل. ولكن من ولا تبقى تفهم انت اللي دير انت لهنا وحدك. هادشي غير كذوب، هادشي غير كذوب، راه غير كذوب. ما كترمي عليا الباطل، هادشي كامل غير كذوب. اش واقع؟ اش واقع؟ كترمي عليا الباطل. انا كيتبسل عليا. شكون هادو بلا شطاره ديال خدمه؟ الشيفور حبس داك الكار. هاد الكار ما غيوقفش على الكوميسار يحش خاصيتك في الضربه كتفهم؟ عباد الله شهدوا كترمي عليا الباطل. شنو قلت لك كتبسل عليا؟ زيد من كلوب الناس كيكتب. اللي عرفاتني مزوج بقى ترمي عليا الباطل. شهدوا عباد دادا نعم. واش هاد لافاليز حطيتي فيها كلشي داكشي اللي خاصنا؟ ما تخافيش انا وجدت لك فيها كلشي، ولكن فين غنديرها؟ تحطيها قريبه لنا غير هنايا باش اون فوا يشتني الوجع نمشيو طايرين دغيا دغيا.
واو هذا قيسي كتجي بحال تحجرات شي شويه ياك مره مره كيضرب ليا واحد الوجع في الظهر هذا هو الوجع ديال الولاده لا بنيتي لا لا هو داك الوجع ديال الولاده يا ربي تعطيك شي ولده سهله مهله امين امين حبيبتي ديري زيد ما تقولش لي غادي تخرج وغتخليني بوحدي إذا قربت نولد ودرت لي شي حاجة ما تكونش معايا أتخافيش أتبقى عيني على التليفون وقت ما تبغيني غادي نجي طاير بصح والله هاك تيتحرك تيتحرك شتي حسيتي بيه عادي شي عادي حبيبتي عادي لينا آدم ما تلقوا راسكم باش ما تعطلوش عندك تمشي لشي بلاصة بعيدة لا ما نمشي فين قولوا بسلامة لطاتي صوفيا بسلامة لطاتي صوفيا بسلامة ألو سالي مدام سيام انا ما كنتش باغا نعيط لك ولكن راجلك ما كيجاوبنيش شي مشكل سمحي لنا حنايا بجوج بينا راه ديرنيغمون مشغولين شويه مع الزياده وراه كيعرف الشطنه ديالها مبروك مسبقا كيف عرفتي انا قادره ارجع من كندا وراجلي ميت ومحتاجه الفلوس سينو ما كنتش نعيط لكم الله البركه في راسك شوفي انا غير رجعت دي ساكي بغادي نقول ليه كلشي راه غادي يكون غير نسى تانكيت شنو عندك ها ما فهمتش وليد ولا بنيه عندي وليد مبروك سلامه الحاجه الوحيده اللي كنفهم هي هادشي اللي كتخرجي على فمك ماشي داك شي وحده باغا تلعن الشيطان غادي تقيني عليك ولا ما غادي يعجبك حال سنخ سنخ انا لا سميتها ايش تسنت الكوستيم الوحيد اللي عندي هانتي قرفتيه ليا الله يرحم بها الوالدين الا بسلمى كنتي باغا دوزي لونطريتين داك الكوستيم ديال جداك او الله لا خدمو بقيتي شوماج كوستيم ديال جده جده الفرد داس تيتلز ولكن ماشي مشكل هذا اللي سميتو كوستيم سي نيال ولكن ملي كنعاود انا هادشي كلشي الوحده لابسه ليا العبايه مزوقه ليا كامله بحال الطريجه شوف حبي هدات هذه اللي حطيتها على كتجي سينيي العبره في الساكن هو انت يا عيوني لا ساكن ولا مسكون والو ما كاين حتى حاجه عيط انتيا واش غتسكتي ولا لا اقسم بالباري تعالى حتى نجيبك من شعرك عرفتي شنو باين ليا ما غيفرق معاك غير البوليس ياك ما عند بال حنا كنخافو من البوليس حنا راه نشدو كاع ما كنخافوش وهادشي كله بسببك اما كنت دابا رانا في الدار البيضاء ما بغاش تعمل الشيطان ما بغاش نلعب الشيطان واجي نبدل لك الطابلو دوار ديال كمالتك ديك الساعه انا تشد لي على شوتي شد على موتي صحيح يلا بدي قربي لسميتك مرا ايه راه كندوي معاك اخي تشوفي بين فيا ميت ليا شي حد داويه مع مخي شاد لها راج ديري وانتي شو كنتي باغا ديري تقتليها كنت بغيت نقتلها كما جيتي وقفتي علينا هيك لاباس لا لا نقتلها ولا تقتلني سوقك كتعرفينا ساتوما ما كتعرفونيش انا ما نتا واحد غير واحد المراه عندها طوموبيله فيها البلايص وهذا الكازا ربي قلت ما يرحم ربي الوالدين وصليني معاك وصلكم غير هو حتى حاجه ما فابور كلشي بثمنه شحال تخلصينا تخافيش الغزاله غادي نتهلا فيكم
عادوا بالله من الشيطان الرجيم. اجي الفرفاره اجي لهنا. هادو هما الجلب اللي غادي تلبسو وما تخافيش حتى انا ما عندي لا مع الحرام لا مع ولاد الحرام. سنت هو ما قلتيش لنا شكون اللي مات ليك باش نعزيوك؟ تعزيوني ما نعزيكم. اما صحت غير الراجل اللي كنت مزوجه به، دابا بغيت غير ندفنو نتهنى. والله يرحمه المضر علينا حق اختي. الله يرحمه. اش مطلوب؟ ياك ما بغيتيني ندفنو معاك بالتخبيه ياك ما المجرمه ما قتلتيه. مجرمه نيت اللي مطلعاكم معايا. الراجل اللي كنت مزوجه به هو اللي مات، وبناتو ما بغاوش يجيو يدفنوا باهم. ايه بصخت ايوا صعيبه تقدر ربيبات اختي. شافوك طيرتي لهم بوم كركبوك انت ويا ما عقلوش عليكم. صعيبه قاصحه اكثر من هكاك. هادو بناتي ما بغاوش يجيو يحضروا الدفين باهم، داكشي علاش بغيتكم تكونوا بناتي في هاد الكنازه. وما تخافوش ما يعقل عليكم حد، اصلا هما مشاو صغارات من المغرب. بغيتينا نمثلو؟ علاش صعيبة عليكم؟ باينة عليكم تفوتوا التمثيل من لهيه. جي بعدا خصنا نقشروك باش نعرفوك. ضربة لونتي الشعر ملصق يلا والله شنو ملصق اخر. ونتي غير الطفار اللي ضربة 300 درهم ياك تقاتلي وطالعة للكار راه باينة من الطيارة. شريا ويا ايوا بارك الله فيك. واش انت كنتي حدانا من الكار ولا شنو؟ جالسة كناخذ قوتي جيتو حتى لعندي. كنعرف حاجه وحده دار خالتي خصني نوصل لها وانا باغي نمشي للدار البيضاء عندي واحد لونتروتيا. الله اكبر وانا غنوقف في هذا الخلا. مالكي انت لا اختي لا الشيطان لا الشيطان اختي مالنا شنو وصلنا الهضره هذه لا الشيطان ويلي انا كنضحكوا معاك. واخا انا غنعل الشيطان دابا وهي الا درتو داك الشيء اللي طلبت منكم ومن بعد انتشرنا في كازا وكذبوا على من ما بغيتو. معاك معاك انا معاك اخرجي الطريق الله يرحم لك الوالد. معاك وانتي؟ حتى انا معك ويلي ويلي. سيري لالا سيري على الشيطان. كيقولوا كازا غابة، غابة من السيمة لا تلومونيش إلا كان قلبي من الحجر، حيت ما جنيت من الخير اللي درت غير الطوب والحجر. بني وعلي ومشي وخلي. من هو؟ كتهضري معانا؟ هذه داري يا حسرة معشاش فيها البراني. دابا كريها لشي ناس عائلة زوينين، مرة بقى صغيرة مزوجة براجل كبار منها، ديجا عندها جوج وليدات مزوجة الأول وثالثها وجاي في الطريق. هي هذه المرأة الجديدة. كنتوجعوا باش نجيبوهم من الدنيا، كنتوجعوا فاش كنفرقوهم بحال الوجع. خرجوا لينا الطبيب ربي كبر ولد وفي الاخر كيلوحوك بحال الصر في الشايط. ايوا ولت ما بارد تسكرت. بغيت نعيط لخالتي. عيطي شكون حبسك؟ ما عنديش التليفون. هاك ديما ما كتجاوبش. شوفوا غديروا داكشي اللي مطلوب منكم ومن بعد كل وحده تمشي دير اللي بغات. ربي ولت ما بارطاجي معايا الكونيكسيون. وهي حتى هذه عاوتاني دخلناهم الشاب بغا يشركوا معنا الفراج. لا حاجه شوفي بغيت نتفرج في ساره دايره واحد اللايف عرفتيها ديك اللي كدير برنامج جاج ضري بحدك معايا كتعجبني بزاف. يا التليفون كاع عندي حربي الوالدين. مي الكونيكسيون اللي بقات ليك وردي مساولاخ. مشاهدينا
كما شفتم على اليوم جرب حدك معي ألف بين قلبين نوال وفؤاد. كنتمنى لكم حياة سعيدة وكنتمنى للعلاقة ديالكم إن شاء الله تكمل بالزواج. شكرا شكرا للحضور اللي معنا، شكرا متابعينا. أنا كنضرب لكم موعد في الحلقة القادمة من برنامجكم جرب حدك معي، السعادة في الزواج ماشي إشاعة، واللي هرب للزواج هرب للطاعة. يلا سربي قبل ما يهجموا عليك. انت ما كاين لك. يلا دراري 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 عيانة. يلا ولا شكرا. يلا صافي صافي دراري الحلم ديالي هو نكون مشهورة بزاف وكاع الناس كيهضروا عليا، والبانوات في الزنقة فيهم غير تصاوري والفولورز، وديك الساعة أراك ودي البوز. ولكن ما تنساوش يعني ماشي حد اللي جا في طريقي، نديرو جهمات الماما نعقلش عليه. منين كنرجع سنت حياتي من نهار خلاقي حتى لدابا بحليله تزاديت غير باش نتعذب. علاش بالسلامه بغيتوني ندير بوجه الدم وانا الكرش اللي ولدتني باعت وشرات فيه كيف ما بغات؟ من الاخر انا بغيت راجل، بغيت الشهره، بغيت عائله، بغيت حياتك، وهادو هما حنا. داك الراس علاش هاربه؟ عجبني نتا تدرب لي في خالتي وبقات ما عارفاني جيت المغرب. الله اكبر، شكون هاد خالتك بالسلامه؟ اختي هي الفرمليه ديال الدرب، راه مجوجه بواحد الراجل سميتو قاسم ما تكوني كتعرفيه. سلام تبارك الله. عرفتها وعرفت داك الغزال اللي مزوجه به. يلا نزيد قدام. قطي نزي هادي راه كلازه ماشي طبي غوج مهرجان. شي حاجه انك كيوت كلشي كيشوف فيهم، كيشوفهم في الروح اللي مشات عند الله، كلشي خايف من الموت. يلا زيد يلا زيد قدام. خلينا ناخذ واحد السيرشي معنا. شوفي غتنزلي التليفون ولا غترجعي منين جيتي كتسمعي؟ سكتي لي بركه مطرطيه سكتينا. شوف غنطلعو الفوق كلشي زاد فهمو، كاين شي اسئله باش غتفرشنا انا اللي غنجاوب، نتوما غير سكتو. انا حاضر يا صواري. هادو ما هذيك اللي حداك؟ هادي سمنتو وافه. تشرفي بسمه. صافي صافي ما سمتي سيان زعما المره اللي بالزاف. صافي ريتا ناديه زيد الحبيبه تاعي زيد زيد الحبيبه تاعي وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم سفرها ومستودعها. صافي في الآخر دخليك الصندوق حاسدة على هاد الجبيدة اللي مجبد. هو مشى وارتاح دفع عرض الله بنيتي ملكة الرحمن. بركة فراسك الحبيبة ديالي. لا كان شي بركة مازال في الدنيا راه هي انت الحبيبة. الله يحفظك. البنات سلموا على جدتكم. كبرتوا تبارك الله كبرتوا. تنيتك كامل لله. ترحم ربي بك ترحم ربي مسكين بابا يفتح. عربي يا بنتي عربي ماشي بالكندا. المولى تصيونا بنيتي سلام. بنيتها تكتب دلو عليا بزاف. كبروا امي كبروا ندخلوا لداخل ونهضروا. الا بغيتي واخا يلا بنيتي. مدام صوفيا اسمعيني من نقول لك حبسي حبسي من نقول لك زحمي زحمي. صافي نفسي وزحمي يا بار هاي هاي راجلي.
خدمتي ويجي يلاه يلاه غتندمي والو مي غتشوفي عويناتو يلاه حميز حميز وخرج لي سميره مبروك زاد لك وليد واخا مدام صفيا قربت نسعي تلقيتك تلقي ما عنديش الوقت انت اصلا غزاله تبارك الله ما تحتاجيش بزاف الماكياج كنت غزاله ليلى كنت دابا خصني نعاود نمشيو ديال الصباغه مدام صفيا ها هو وليدك لالا جاي ونسك دوشنا ليه ولبسنا ليه ها هو دابا ناعس تبارك الله عليكم كديروا خدمتكم اللي كتخلصوا عليها ميرسي سربي غادي تردعه انت ولا نرجعوا لنا سيغي باش ياخذ بيبغا مازال ما عرفتش يوم اللي تعرفي عيطي البنات راه ما غير حداك واخا واخا تلقيتك عافاك شوفي ليلى كبري لي العينين باش ما نبانش فاتيكي داكو بنتي حبيبه كدرتي بنيتي شويه سلامتك على سلامتك على سلامتك والله بنيتي الله 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 مبروك عليك مبروك ميرسي ماما ويلي هذاك عطاتي الفلوس باش يديك لكنينك وكذب عليا ماما صافي بركه من هادشي راه خدامين سربي ويلي استغفر الله العظيم قبل الوجه داسه كتبغي في الوجه مخلي رضا عاد الولد ماما الله يهديك كتهضري معايا بحال ما كتعرفينيش كتعرفيني كيعجبني الماكياج فوق كلشي ولدي اللي غيصدعني راه ناعس انت اللي كتهضري دابا صافي تبارك الله غير باه محطوط من صوت الله يا بنيتي الله ما قديش زعما توحم على شي واحد من العائله غير باباك مثلا ما عنديش كندير العائلات كيتوحموا على الماكله انا كنتوحم على راجلي الله يخليه ليا الحب وما يدير ايه تتشمل الحب شنو غتسميو حتى يجي سيدي شكيب هو اللي غادي يختار صوفيا شي غادي يدخل ما تخليهوش يدخل سربي لي زافيرمي كيديروا لي سوان اجي يا بنتي ديها لبلاصتها سمعتي سيسي معاها راه مفقوسه مسكينه الله يزيد فرحتك يا مريم مال هادي ايوا كتسمع شي طالب معاها في الجامعه دارت الكرش بقات مخبيه السرته جات ولدت دابا قلت لها صراحه والديها وتقولها لهم ما بغاتش ايوا احسنتي هادشي عادي قصه كلاسيكيه ديال ضحك عليا وزاد مبركه مساله رفيقه حرام عليك عافاك تهلاي فيها وديري ليها الخاطر اختي انا من الصباح وانا كنفرق الخواطر شكون اللي غيدير لي الخاطر شكون مبركه من نقيره رفيقه انا اللي غندير لك الخاطر يلا وين سي نجم ما تقطعش ما تقطعش حيت مادام ولدت عندي غيكون عندك حبيبة حبيبة مبروك علينا ميرسي نازين كي دايره الحمد لله مبروك عليك عزري الله يبارك فيك اسمحوا لي هذه شي مكالمه وي انت سي نجم مزيان متفقين ويلي ماما واش هادشي عادي مصباح انا كنصاوب في الماكياجات في الاخر ما شافش فيا حتى الشوفه بنيتي حتى حاجه ما عاديه في هذا الزواج ديالك فقصيني فقصيني يا ماما عارفاني بلي بغيت نرضع هاد الشهر زعما فقصيني شنو الا غتفطمي الولد على شهر وفري حليب ديالك ماما صافي عافاك بلا ما نبقاو نتقلقوا دابا انا باغي نهضر معاك بلا تقلق زيدي عندي هذيك المره اللي حنا كارين عندها مال كتعيط لشاكي في التليفون و... صافي صافي بلا ما تكملي الهضره غنخلص لك راه وغادي نعطيك شي بركه باش تفرحي بهذا الوليد صافي قصي تعيسي وتحتي ليا عاد مزلوط ماما غمه فوزية يا راس المحاين فوزية كتاكل دابا نهار كامل وانا واقفه ما دغش النعمه كاع ايوا لاله بصحتك وراحتك غير الهضره اللي غنقول لك غتسد لك الشهيه ولاش اختي غتقوليها خليني ناكل عافاك السيده اللي عاد ولدت راه رمات البيبي وزادت مع الطريق وانت اللي غتحملي المسؤوليه ديالها اش غنتحمل انا المسؤوليه مالي خدامه في لاكوي ولا لا لاكوي راه كيقولوا بلي انت اللي خليتيها تدخل واخا عرفتيها ما عندهاش الراجل وبقيتي ساكته انا خدامه هنا قابله ماناش بوليسيه وحتى انا ماناش جدرميه كنهضر معاك حيت انت صاحبتي وعزيزه عليا باش تعرفي شنو تقولي لهم وتعرفي تدافعي على راسك هي الدنيا بالمقلوب انا اللي مزوجه هادي سنين ما عطانيش ربي الخلفه واللي بلا زواج كيحمل ولود ويحل الزنقة الله يصوب لك الله يعوضك امين هيا جايه كي كتعرفي مشيتي قلتي لها ثانيين معاك وترا مشي وقت ما بغيت شغل النمايه انت وضميرك
طب انا مرتاح كيتي هي اللي كاتبه على ما كاتبه على العالم. شنو وقع؟ اش بدلتي حوايجك؟ سوقك بغيت طنطون دراسي قال لي نوض بنت الناس بسعباتك وسيري فحالك غادا عند خالتي. وكنتي بنت الناس كاع ما تعطي الكلمه وتعاودي ترجعي فيها. يلاه كنقول لها هادشي هضري. شنو وقع؟ ما ارتحيتش ليك، ما عجبتينيش. كشتي انت ولا انت؟ انا ما درت والو. ما ارتحت لك لا انت لا انت. ما دزتو لياش من الحلق. مالنا غنتزوجوا ولا غنديروا عائله؟ دابا من الاخر وبلا ما نمثلوا على بعضياتنا شحال تاخذي وتعاودي تخلقي هاد الجلابه؟ هضري. شحال تاخذي؟ ديري داكشي اللي اتفقنا عليه في الصباح، سيري عند خالتك، سيري لجهنم، شغلك هذاك. عشرين ألف آخر ثمن. جاتكم تخرجوا تجلسوا مع الناس ديروا الصواب ومن بعد تخلوا ترتاحوا. أعطيني الشانتيه. الله يصبرنا الله يصبرنا. بابا شيري بابا شيري شو خطراتكم يا لالا؟ بنيات كتير كيو وانت كتفرجي فيهم على الاقل ديري شي بركه قدام الناس. فين غجبت هاد الدمع عمري؟ بكيتهم شحال هادي الدم. سهام بنيتي رجعوا لي قولي لي خديتي دوك؟ اش من دوا؟ اش من دوا كتهضري يا امي؟ حتى شي تسال شي دوا هنا؟ وهذوك البنيات شكون هما؟ بناتي؟ لا والو انا نقدر نقول شي حاجه غير كنت زعما بغيت نقول لك ملي كانوا صغيرين كانوا صغيرين كانوا صغيرين عقلت عليهم كبروا تفتلوا. الله يا مامتك الله تشوي تشوي دابا غيتا ناديه مشيو حبيباتي ترتاحوا في بيتكم. السلامة بنيتي. يسلمك الله. جيتي الحبيبة راك فراسك اختي. سهل ماذا عليك تسمي مع اختك غير قدام الناس حشومة. شنو بغيتي؟ بغيت غير نعزيك اختي. فاش؟ سبيطار اللي لحتيني فعل كنلوح الحجر على الناس في الزنقة ولا الراجل اللي كراني بسببك هو مات وكراني صافي فرحتي دابا؟ انت انا حبيبه اللي عرفتك مزيانه كبقيتي مع خاطرك. امي ديري الصواب مع بنتك انا غنمشي نرتاح. عندي يدك عندي يدك عطيني الطريق. نجات لاباس عليك؟ انا لاباس عليا حمد ربي وشكرته والله حتى كتبقى فيا وتقطع عليا قلبي النهار كامل وانت في السبيطار ومخليه الراجل بوحدو. اي والله هما الخدمه ولا الجلاس في الدار ونقابل عباد الله اللي داخل واللي خارج. امرتي دي قاسم حبيبتي ديالي انا مقابله حتى شي خير. كتبان عليا ياك ايوا اختي انت مقابله هو وهو مقابل القرعه واختها هاكي طارق ديال الزبل راني غسلته ودخلته باش ما يتشبعش الدبان في الدار. ايوا انا ما كنحطوش باب الدار باش ما يجيوش. شوفها كي دايره
بنات العشاء الى عشاء دابا راه الفجر غادي اذن. شبه راسك قسم راك مشوهني مع الجيران، ها هي جالسه كتحسب لك في القرع اللي كتحط في الزبل، عجبك الحال؟ هذيك ماشي القرعه ديال اليوم، القرعه ديال البارح، انا نسيت ما لحقتهاش. ياك اخويا وهاد ريحه البارفان اللي كتقلب في الدار ديال البارح ولا ديال اليوم؟ شوف نقول لك واحد الحاجه، طريق واحد اللي غتنفعك، جوج طرقان راه ما غيخرجوك حتى لشي حاجه. انت كتخبي القرعه عليا وسيدي ربي فين غتخبيهم عليا؟ اه قول يا الشيطان غتحمقني. انا دابا عاد عرفت علاش ربي حرمنا من التريكه بسبب الذنوب ديالك انت يا قاسم. صافي يا فوزيه صافي، شويه النشوه طيرتيهم بح ما بقاوش. صافي دابا تهنيتي، انا راه كنبغيك انت كنموت عليك بالتريكه ولا بلا تريكه. خصك تشوفي تماتي في الخدمه، راني بوحدي كنجري تما، كنجي كنبغي غير نحيد ستريس. بغيتي تحيد ستريس وتنساه، اجي عند حبيبتك فوزيه، بكي عليا وشكي عليا، نطبطب عليك، نصلي بجوج ركعات وربي غادي يريحك. صافي هي دابا نصلي وانا وياك بجوج ركعات وطبطبي عليا. ويلي وحدي، واش انت باغي تصلي وانت في هذه الحاله؟ اعوذ بالله، دخل الدوش كب عليك الماء سخون وتوقد بعدا. جو تام ادخل للدوش قاسم. نقول لك واحد الحاجه، انا غنمشي نعس دابا، ما تجيش لعندي، غسلت عليا باب بيتي دابا. لا انا غادي ندوش بروك خف قبل ما تغمضي عينيك تلقاني حداك. بعد مني عافاك. بعد مني صافي. اسمحي لي الحبيبه ديالي، انا عارف راسي غالط ولكن انت قلبك كبير وغادي تسمحي لي. هذا القلب الكبير غادي يبقى يوسع يوسع حتى يطرطق شي نهار بحال شي نفخه. انا ما كنتش حامله تعاود تكذب علي والله. صافي اخر مره نكذب عليك هي هذه. انا كنحمد ربي بيك وربي كيبغيني، عطيني مرا زوينه في حالك. الله يخليك ليا حبيبتي، محافظه عليا، شد معايا الحساب بالورقة والستيلو. صافي ما تبقايش مخبشة. ياك انا وياك متفقين على الثقة، انت كبير دير حياتك اللي بغيتي، ولا بغيتي قاعد تجيب مرة أخرى تقلب على التريكة انا ما عندي مشكل، ولكن غير خبرني قولها لي، انا ما تبقاش مقلوبة عليا القفة. واش حماقيتي انت بديتي كتخربقي؟ فين غادي نلقى انا في حالك؟ عندك انت شي نهار تخليني وتمشي، انا راه ما نعرف ندير والو بلا بك. حماقيتي. الله يخليك لي حبيبتي. وشوف لي عندك تمشي دوشت وحيدت الريحه ديال ديك العم ودرت ريحه زوينه اللي كتعجبك وشيت لعندك امك. صافي خليني نعس، انا عيانه وكنت بيغ مع النص. يلا والله ما نخليك تنعسي عليك. لا نعستي. لا اجي. شكون هذا اللي كيعيط لك في هذا الوقت؟ اختي بديعه هادي قرن وزمارة ما عيطت ودابا ما عيطة، مالها هادي؟ لا تعافيك ان شاء الله. الو بديعة. بسمة؟ مالها؟ أولي على هربات. لا 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 لا. واخا واخا كوني هانية. واخا اختي. بسمة هربات وجات المغرب، غتكون دابا في الدار البيضاء. يا ربي سمعني عليها اخبار خير الحبيبه ديالي. يا ربي عيطة يا ربي. حق الله مزروبه الابيض لبسته على ود امي باش ما تحشمش قدام الجيران، وجات عليا انا كضربت الحطه تكشيطه وتاج الحريه فوق راسي. الله يعاونك. اختي سهام جلبتك الله يرحم لك الوالدين، عافاك تقدر تعطيني واحد 4000 ريال وقف عليها. سميتي سهام، ما سميتيش كلشي اوتوماتيك، تخلصتي بحالك بحال مولات العبايه. هاك الجلابه خليها عندك، لا ضربك الحيوط خلي الجامعة طلبي مولاك. سلامة. انتشرنا في كازا. الله يعاونك. سلامة. اختي عافاك نسولك، فين الطريقة ديال الإذاعة والتلفازة؟
زوينه صرايا لحظتني طير وما كتبش على جبهتي انا جبهات شوفي ديك الشطاك سديك فين ما بغيتي حتى سبحان الله من نهار الاول شفتك حسيت بحال انا وياك فين شي حاجه كانت شابه ياه نتفاهم الزوينه جيتيني باغا تلصق فيا وما غاديش تلصق فيا سلامتك يا عيوني واه هاك مين غين ميرسي مرة صافا فين كنتي؟ صح انا كنقلب عليك هاك انا عندي واحد رونديفو قلت من بعد نعيط لك كونديكتور ديال اليوم ما مكتوبش مزيان كاع مرسي ولا خدمة؟ رونديفو خدمة كان عندي كاستينغ اليوم مزيان وقتاش كنتي غتقول لي؟ ما لقيتش الوقت كنت باغي نهضر معاك غير باش نتفاهموا بديتي معايا ستاجير هنا كريم لا غير باش نتفاهم وانا قلت لك انا عندي كاستينغ ماشي قلت لك مشيت خدمت مع شي شركه منافسه وخليك جو سيك باغي دير برنامج ديالك بوحدك بصحتك انت حر ولكن تعلمني قبل ماشي توصلني الخبر من شي واحد اخر فاهمين فاهمين تقدري عافاك تهضري بشويه حيت كلشي كيسمع عندك التصوير ما خصكش تبانين مقلقه تقدر تعطيني هاد الفيش صراحه اعطيني لي فيش كريم اعطيني لي فيش ودخل فوق راسك وما بغيتش نسمع صوتك خليني من المخرج عافاك اكسيون جد سعيدة بلقائكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الترفيهي والهادف جرب حدك معي برنامجنا وكالعادة وفي كل حلقة كيستضيف شاب أو لا شابة في مقتبل العمر كيحظى بوضعية اجتماعية واقتصادية مستقرة كيقلب على نصفه الآخر باش يبني أسرة جرب حدك معي مشاهدينا كيعاون المرشحين ديالنا باش يلقاو الشخص المناسب ويكملوا معاه حياتهم في اطار الزواج دائما رانا خدامين تقدري تنقصي جوج من الصداع الصداع هو اللي غادي تسمع ان شاء الله اليوم النهار كامل راك شتي كيفاش جاتك عليا في الصباح الصقاع وانت سمعتي في الاخبار راه باينه انت اللي قلتي لها كلشي وراه باينه انا اللي قلت لها كلشي راك عارفينني اش كنسوى راه ديما انا كنقرب العصاها انت ها دابا اش كنقرك بلا ما دير لي والو ايوا ايوا ما صحبش غادي تكعرك حتى لهاد الدرجه انت ما كاينك خرجي سلام ما عندك ما تقول لي يا كريم بصح قلقت عليك ديال بصح ما كدارش ما كاينش علاش تخبي عليا امنت بك دفعت عليك جبتك لهنا هضرت مع عزيز علاش غتخبي عليا وعاد انت اللي قلتي لي عاقل شنو قلتي لي بفمك عاقل قلت لك عمري ما نخونك النهار اللي غنفكر نبدلها نقولها لك ونمشي بحالي ميرسي عارف راسك شنو دير دابا مكرهش نسولك وتجاوبيني من قلبك دابا وي دابا كون جيت عندك وقلت لك راه عندي كاستينغ باغي نمشي ندوز وكنتي غتخليني نمشي بهذه السهوله ونعاود نسولك وبغيتك تجاوبيني من قلبك هذه المره دابا واش ما حقيش انا نحلم ونطمحت انا شي نهار نوصل لشي حاجه حتى انا واحد النهار نكون واقف قدام الكاميرا الضوء ضاربين فيا كنقدم برنامج ولا ديما خصني نكون في الظلام تابعك بلي فيش ديالك وديما بحال الظل ديالك متفقين بالصح وقفتي معايا في الاول خيرك عمرني ما غنساها ساره كملي عاونيني نوصل ما نسالش من النهار الاول هادشي اللي عجبني فيك كريم باغي توصل ومن حقك برافو عليك سي بيان قولها بغيتي شي حاجه قولها بصح ما عنديش مشكل بغيتي تدخل معايا ليميسيون ندخلو كون كرونيكور نجربو نشوفو شنو غتعطي تقدر تكون مزيان وقبيله فاش قلت لك من حقك دير ليميسيون ديالك بوحدك راه بصح من حقك ولكن الطريقه ما زويناش يا كريم ما عندكش علاش تغدرني ما عندكش علاش نوض واحد الصباح نلقى راسي بلاش واش فهمتي سي سا بصح اسمحي لي ما عندك الحق يلا نوض كمل خدمتك دابا كيما موالف ملي تبغي تمشي جيب شي واحد علمو على يديك ولا ما كانش حسن منك ما غاديش نخلو بشويه كلشي غادي تصوروا بشويه عافاكم بشويه صوروا هكا بشويه عليكم جات عندي بحالها بحال كاع المعجبات كتسلت مع القناه ديال الاستوديو مخبعه في الجمهور سرقت لي فولار ولكن هذه كانت غير البدايه حتى من بعد سرقت لي حياتي كلها
هاتي فوزية. بسمة هاتي الحبيبة يا بسمة. الحبيبة كبرتي وزيانتي رجعتي غزالة. على سلامتك كنت مشوش عليك يا الكبيدة ديالي. خليك لي خالتي حنينة بقى انتي انت بقى عندي تشي حد في الدنيا من غيرك. حنا دارك حنا عائلتك وحنا ناسك. من نهار مشيتي خليتي علينا الدنيا خاوية وكحلة. يا بنتي يا بنتي يا بنتي الكبير قسم حبس معايا. تبارك الله تبارك الله. شي دابا كون شتا في الزنقة والله ما نعرفها فوزية. تبارك الله. كيدير عمي قاسم؟ لاباس لاباس عليك. أنا حمارة. تبارك الله. أنا المكف ست ليام اللي حليت لها باب داري كنت حاسبها بحال أختي الصغيرة. ربت فيها المحبة والمحنة ساعة رادعة في عيل الجفا من عند أمها. زرعت فيها الشوك وأنا حصدته. بابا فوقاش جيت عند صوفيا؟ مازال في الكلينيك. تمشيو معايا نجيبوها؟ ما فيهاش. وانت هادم؟ تنا ما فيهاش. و تاتي صوفيا مجيه مع مانا. شاد هضره كتقول؟ شاد البساله؟ صوفيا مرتي وكنبغيها وغتولي ماما ديال خوكم. ديزولي بابا. بابا علاش البيبي؟ ما غتنساناش ياك؟ ما غنساكمش حيت نتوما ولادي وتا حاجة ما غاتجي في بلاصتكم. شو نتغداو؟ يلا زوجي عباد الله. أنا راه كنت عايشة في دار من بتا كلها كاميرات وسيدها بالثقة العمية اللي دايرة فيها وما جايبة للدنيا أخبار. بسم الله باش بديت يا ودي على النبي صليت. هزيت عيني لك يا ربي حطيت عيني وفرح قلبي.